الذكاء الاصطناعي ويا طلابة الذكاء الاصطناعي وش سوى فينا فينا الاصطناعي. طيب الذكاء الاصطناعي قد يتسبب بالمصائب، هذا ما حدث بالضبط مع أحد أعرق صحف أيرلندا، صحيفة The Irish Times. الصحيفة مجاهدين تورطت في مقال اكتشف عدم صحته بعد أيام يتعلق بهوس النساء الإيرلنديات بالسمرة المزيفة. هذه الورطة دفعت الصحيفة الشهيرة إلى الاعتذار، خصوصا وأنها وضعت اسم مسؤول رعاية صحية لكن شنو؟ مزيف. والمسؤول الصحي هذا كان ضرباً من خيال الذكاء الاصطناعي الذي افتعل معلومات لا أساس لها من الصحة. ليؤكد مسؤولو الصحيفة أنهم تورطوا في خدمة الذكاء الاصطناعي، ينتهي الأمر بحذف المقال الكاذب بعد البلبلة التي أحدثها. الحمد لله ضمننا موقعنا، الذكاء الاصطناعي ما راح يصير مذيع، ما راح يصير ولا راح يصير صحفي. لا ما في مذيعين، في مذيعين روبوتات يعني. ما لا احنا لسنا في مأمن اصلا. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير الاخباريه، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.